بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم خامس شباب وصبايا؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. مكملين معكم سلسلتنا التعليمية من مدارس هبة الله. اليوم درسنا هو درس اللغة العربية للصف الخامس، درس قواعد، واليوم رح نحكي عن درس المصدر للفعل، مصدر الفعل الثلاثي. أول إشي رح أبلش فيه وهو تعريف المصدر. إيش يعني كلمة مصدر؟ هي طبعا اسم كلمة جديدة عليكم. في البداية المصدر هو اسم يدل على حدث غير مقترن بزمن. كيف يعني؟ يعني إنه لو اطلعنا على الأمثلة، كتب كتابة، كتب أي أن الشخص قام بعملية الكتابة. في البداية خلينا نطلع على الفعل كتب. هون رح أجي كتب. عنوان درسنا كان مصدر الفعل الثلاثي. إيش يعني فعل ثلاثي؟ يعني عدد حروف الفعل ثلاث، واحد اثنين ثلاث. إذا عدد حروف الفعل ثلاث، هاي أول نقطة اللي هي مصادر الفعل الثلاثي. هل الفعل كتب هي فعل ماضي ثلاثي؟ اتفقنا إنه ثلاثي، يدل على الزمن الماضي. احنا درسنا اليوم عن المصدر. الفعل كتب مأخوذة من عملية الكتابة، من عملية الكتابة. الكتابة هي اسم أو لفظ يدل على حدث، اللي هو حدث الكتابة أو عملية الكتابة، لكن هذا لكن هاي الكلمة غير مقترنة بزمن. يعني هي اسم لا تدل على زمن، إما يعني لا تقترن بزمن، سواء كان ماضي أو مضارع أو أمر. هي اسم تقبل دخول ال التعريف عليها، كتب الكتابة. كمان بهمني تعرفوا كيف إحنا بدنا نطلع المصدر من الأفعال الثلاثية. هلا كيف بنطلع المصدر؟ أغلب مصادر اللغة سماعية. كيف يعني سماعية؟ يعني بنعتمد على لغتنا وعلى ثروتنا اللغوية في صياغة المصدر. خلينا نرجع، نضلنا عند المثال الأول. كتب الطالب الدرس أي أنه قام بعملية الكتابة. أنا لما بدي أطلع مصدر الفعل الثلاثي بستعين بكلمة قام بعملية الكتابة، بضع الفعل. طبعا هون متغير لأني أنا بدي أغير. نيجي على المثال الثاني، نزل نزول. نزل فعل ماضي ثلاثي، نزول هي المصدر منه. كيف أنا استنتجتها؟ نزل أي أنه قام بعملية النزول. وأيضا ركض فعل ماضي ثلاثي، قام بعملية الركض. شوفوا شو الفرق بيناتهم، الفرق بيناتهم الحركات. زأر الأسد أي قام بعملية الزئير. إذا أنا بستعين في صياغة المصدر على كلمة قام بعملية وبضع الفعل، بوجد من خلال الصياغ المصدر. بدي أنا هون أعطيتك بعض المصادر وبدي نستنتج مع بعض أفعالها. عندي زراعة، أنا حكيت قام بعملية الزراعة. طب بدي أستنتج الفعل، أنا بدي فعلها. زراعة هي اسم لا يدل على زمن، لكن أنا بعرف باللغة إنه في فعل منها. إيش الفعل منها؟ من الفعل زرعة. اللي حل معي اعتمد على لغته، يعني زرعة أي قام بعملية الزراعة، من الفعل الماضي الثلاثي زرعة. سهولة، سهولة هي تدل على حدث، إنه هذا الشيء سهل أو سهولة، من الفعل سهولة. سهولة أي قام بعملية السهولة. درسنا بسيط وواضح، وصدقا هو ما بده شرح، بس أنا عملت الفيديو للتوضيح. نستنتج أن المصدر هو اسم يدل على حدث، وحكينا إنه هذا الحدث غير مقترن بزمن، أي ليس له زمن. 2، نعتمد على السمع
نعتمد على خاصية السمع عنا في اللغة في صياغة المصدر. أغلب مصادر اللغة سماعية، سواء كانت من الفعل الثلاثي أو غير الثلاثي، هي مصادر سماعية نعتمد على السمع في قياسها واستخلاصها من الفعل. نستعين بقولنا قام بعملية ونضع الفعل، رح يخرج عندي بكل سهولة المصدر. بتمنى يكون الشرح واضح. رح نكتفي بالفيديو وتلخيص الكتاب، بس رح أبعث لكم واجب حلوا التمارين. دمتم بألف خير، يعطيكم ألف عافية، وأي سؤال أنا جاهزة.